البق ده. ازيكم عاملين ايه؟ انا عايزه اوضح لكم حاجه. في اغنيه منتشره جدا على السوشيال ميديا اسمها بلاش مش عارف ايه يا حوده. الحقيقه الاغنيه قذره جدا وانا مكسوفه اقول اسمها، بس انا عايزه اقول لكم انا ماليش علاقه خالص بالاغنيه دي. والصوت اللي بتغنيها صوت واحده بقره جاموسه طالعه تنعر، مش صوتي خالص. كل اللي عملوه، في ناس محروقه مني وانا مش عارفه ماما حروقين مني ليه، عمل الاغنيه دي واخدوها الصوت الاوديو وركبوه على جزء برقص فيه ما فيهوش حركه ليبسينج، ما فيهوش حركه بق، من اغنيه على وضعك انتي عشان ما يبانش انا بغني ايه. ركبوها عليها ونزلوها على السوشيال ميديا على ان هي اغنيتي، وانا طبعا استحالة اغني حدى وصوتي مش كده خالص، وانا نفيت الكلام ده في الاخبار وعلى المواقع. انا بس بقول لكم عشان تاخدوا بالكم ان في حاجات كتير الايام الجاية هتتعمل وتنتسب ليا عشان انا داخلة حاجات جديدة. باي.